وجهة نظري إنه الرياضة السعودية صار فيها قفزات كبيرة يعني من بعد عمل واجتهاد. طبعاً قدوم كريم بنزيما للدوري السعودي هيكون إضافة كبيرة للدوري السعودي وإضافة كبيرة طبعاً لنادي الاتحاد. عدم وجود ميسي أكيد يعني خسارة كبيرة للدوري بحكم إنه اللاعب ما شاء الله تبارك الله يعني حقق الكثير من الإنجازات والكرة الذهبية والبطولات الفردية له. فيعني أكيد هذه حتكون خسارة كبيرة للدوري. والله يعوضنا إن شاء الله ويوفقه كمان هو في نادي الأمريكي. والدوري يعني في النهاية ما يوقف على لاعب ولا لاعبين ولا ثلاثة، الكل نجوم والكل يقدر يؤدي في الملعب. شيء حلو إننا نشوف نوع من أنواع الاستقطابات اللي راح تدعم الدولة أولاً من ناحية القطاع السياحي. غير كذا أنا متفائل إن شاء الله إن راح ناخذ كأس العالم بإذن الله.